شايفه ولاد ورشي انا وبتاذي بس خلص مش مقبول. صار عمره 4 سنين ونص، امير بعده غرامه يكب حاله على التخت والكنبايه ويطرق حاله بالحيط وبيوقع وبيعبر حاله، ما بتفرق معه، بصير يضحك ولا كانه في شيء صار، مع انه تاخر لمشي اكثر من 2 سنين ونص، بس اسم الله عليه ما بيهدى هلا. وهو ماشي بتحس صوت دعسات اجري وصلوا على الطريق، اخته كثير بتنزعج منه، حرام بكسر لك الالعابه، وانا بصير بقول ما بقى بدي اجيب لهم شيء، وما بيغفل الا ليتغطى منيح او بده يصير عبوته كبيره. بالمدرسه طلعت الصرخه، عنده رفيق واحد يلي بحب يلعب معه لعب المصارعه، سوبيان قالوا لي كثير بياكل ضفيره، بكس على سنينه بالصف، بياخذ القلم المحايد تاعت رفقاته وبيحطها بتمه، واذا كان بالفرصه بحط كتابه بتمه. انا هول بعرفهم، بس يلي عم واجهه بالمدرسه هو مسكه القلم واستعمال المقص. هيدا يمكن لانه نحن بعضنا منطعمين بالبيت، ما بياكل لحاله، بيهرهر كثير هو عم ياكل، وبتحسي كمان بشد عتيابه هو بده ياكل. امير يمكن عنده حساسيه منخفضه للنظام الحسي العميق اللي هو البروبيوسبتيف، والاستجابه للمثيرات الحسيه، بتحسيه مثل كانه عصبي او عم يتحركش بالولاد. هو ما بيعمل هيك ليكسب انتباه، هو بيعمل هيك وبيعاد وبيلزق فيهم تياخد احساس اكبر لجسمه مش واصل بطريقه مناسبته.